الدكتور سامح الهواري أحد العلماء المصريين الذين تم اختيارهم من جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن الأفضل عام 2024. أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح النور على حضرتك وأسرة البرنامج وجميع المشاهدين. دكتور سامح، يعني احنا في البداية بنقول لك مبروك، واحنا فخورين بحضرتك جدا بهذا التكريم وهذا الاختيار. وفي البداية لو اتكلمنا عن معايير وتصنيف جامعة ستانفورد لأفضل العلماء، أكيد بيجرى وفقا لمعايير محددة بيقيس مدى تأثير الأبحاث العلمية، بيعتبر شهادة كمان على الجهود اللي بيبذلها العلماء وال الباحثين في مجالاتهم وتخصصاتهم المختلفة. الله يبارك في حضرتك. طبعا تصنيف جامعة ستانفورد بيعتمد زي ما حضرتك أفدتي على معايير أغلبها بتبقى كمية، زي عدد الاقتباسات وزي ما يسمى بمؤشر هيرش أو الاتش اندكس. التصنيف ده بيتم تبع أو وفق لبيانات محرك البحث السفير، وأيضا بيعتمد برضو على قاعدة البيانات سكوبس. العدد المجالات العلمية تقريبا 22 مجال علمي مقسمين إلى 176 تخصص تقريبا. طبعا خليني أدي للسادة المشاهدين فكرة عن الـ H Index أو الـ Hirsch Index. ده عبارة عن مؤشر تم اقتراحه او تم تقديمه باستخدام العالم هيرش. ده عالم في الفيزياء في جامعه كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه. ده بيقيس الانتاجيه وعدد استشهادات للاعمال المنشوره للباحثين. طبعا زي ما حضرتك عارفه وطبعا كثير من الساده المشاهدين عارفين ان قوه البحث بتتحدد بعدد الاستشهادات العلميه اللي تمت عليه. بيتم ترتيب الأبحاث اللي تم نشرها للباحث وفق لعدد الاستشهادات. كل بحث عدد الاستشهادات بتاعه أكبر من أو يساوي ترتيبه بيحسب للباحث. أنا الحمد لله تم يعني الحمد لله وجودي في القائمة نظرا لأن الاتش اندكس بتاعي الحمد لله 46، وعدد الاستشهادات الكلية عندي كانت 6300. بيتم ترتيب الباحثين وفقا للاتش اندكس وعدد الاستشهادات، وبيختاروا طبعا اللي هم التوب 2% من العدد اللي موجود ده. التصنيف طبعا معمول من باحثين تبع جامعة ستانفورد، وبالتالي هو منسوب لجامعة ستانفورد. دكتور سامح، لو اتكلمنا عن الرياضيات التطبيقية وهي تخصص حضرتك، ممكن حضرتك بس تعرفنا بمفهوم الرياضيات التطبيقية وأهميتها إيه؟ نعم، الرياضيات عامة بتنقسم إلى جزئين، رياضيات بحتة اللي هي بيور ماثماتكس، ورياضيات تطبيقية اللي هي أبلايد ماثماتكس. الرياضيات البحتة دي بتهتم بالمعرفة، المعرفة من أجل المعرفة، من أجل المعرفة ذاتها. يعني بتهتم بالمفاهيم والنظريات والمسلمات والبراهين. زي مثلا الجبر، زي الهندسة، زي التحليل الحقيقي، وهكذا من فروع الرياضيات البحتة. بالنسبة للأبلايد ماثماتكس أو الرياضيات التطبيقية، الرياضيات التطبيقية دي بتهتم بالأبلكيشن أكتر. طبعا في انا عندي ما يسمى بالريال وورلد بروبلم او المشاكل الحياتيه اللي بتواجه الناس، فبيتم توظيف الرياضيات او بيتم توظيف الطرق الرياضيه والتقنيات الرياضيه في حل المشاكل دي. طبعا لها تطبيقات كثيره في العلوم الهندسيه وفي الفيزياء وفي ما يسمى بالبايوماثماتكس او الرياضيات الحيويه. من ضمن الفروع بتاعة الرياضيات التطبيقية طبعا في احنا عندنا تخصص رئيسي وفي تخصص فرعي. فأنا تخصصي الرئيسي الأبلايد ماثماتكس. التخصص الفرعي ما يسمى بالسي اف دي أو الكمبيوتيشنال فلويد دايناميك أو ديناميكا الموائع الحسابية. ديناميكا الموائع الحسابية دي
انا بقوم بعمل محاكاه سيميوليشن لعدد من المسائل الخاصه بسريان المواقع. المواقع اللي هي زي البلاد، زي الاير، زي النون يوتينيان فلويد، زي الزيوت، كل دي تعتبر مواقع. وايضا برضو بقوم بعمل سيميوليشن لبعض مسائل الانتقال الحراري اللي هي الترانسفير او الانتقال المادي. فتعتبر الكمبيوتيشنال فلويد دايناميك فرع من فروع الرياضيات التطبيقيه. ايضا في فروع ثانيه برضو ممكن نذكرها زي التحليل العددي، زي المعادلات التفاضليه، زي المرونه وهكذا. دي كلها تعتبر فروع او مجالات فرعيه من المجال الرئيسي بتاعنا اللي هو الرياضيات التطبيقيه. طب دكتور سامح، فوائدها ايه في حياتنا العامة بما يخص مجالات وتخصصات مختلفة بتشارك فيها؟ طبعا الفوائد بتاعت الرياضيات التطبيقيه كثيره جدا. انا زي ما اشرت الى ان احنا بنعمل حلول لبعض المشاكل الحياتيه اللي موجوده عندي. مثلا من ضمن الفوائد بعمل اي نظام او اي انجينيرنج سيستم، اي نظام هندسي بيحتوي على الات دواره، زي مثلا اقراص دواره وهكذا. طبعا هنا في بيبقى زيوت او سوائل موجوده داخل الاقراص دي، فحيثما وجد المائع وجد السي اف دي او الكمبيوتيشنال فلويد دايناميك. ايضا من ضمن الحاجات احنا بنعمل ما يسمى محاكاه للتدفق او الانسياب الرقائقي او الانسياب المضطرب. طبعا الاضطراب هو عباره عن حركه عنيفه بتبقى مفاجاه سواء للهواء او الماء او اي سوائل اخرى، فاحنا دي بنعمل لها عمليه محاكاه باستخدام فروع الرياضيات التطبيقيه، ودي تعتبر من اهميتها. ايضا زي ما قلت سابقا ان احنا عندنا برضو بنعمل محاكاه لمسائل الانتقال الحراري الهيت ترانسفير، عشان كده بتبقى موجوده في الاجهزه اللي هي بتعتمد على الحراره، سواء كانت تدفئه، سواء كانت مكيفات هواء، سواء كانت تهويه وهكذا. ايضا بنعمل باتري سيميوليشن او محاكاه عشان نزيد من الكفاءة بتاعت البطاريات باستخدام أيضا الكمبيوتيشنال دايناميك. أيضا بنعمل سيميليتنج للإلكترونيك كولينج. طبعا زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين عارفين أن الأجهزة الإلكترونية عبارة عن عمليات كثيرة جدا بتتم في وقت صغير جدا، فبينتج عن العمليات دي حرارة، فإحنا مهمتنا بنساعد في تحسين كفاءة الإلكترونيك ده باستخدام عمليات التبريد اللي هي الكولينج اللي عندي. وهكذا يعني في برضو احنا بنعمل معالجة لبعض المواد اللي زي البلاستيك والجلاس والميتال، كل دي حاجات احنا ممكن نعملها باستخدام السي اف دي او الكمبيوتيشنال فلويد دايناميك اللي هي فرع من فروع الرياضيات التطبيقية. طب دكتور سامح، لو تعرفنا على أهم الجوائز اللي حصلت عليها عن الأبحاث في مجالات الرياضيات التطبيقية. أولا أنا الحمد لله حصلت على جوائز جامعة جنوب الوادي للنشر العلمي. طبعا كل عام الحمد لله أنا بحصل على الجوائز دي. أيضا حصلت على جائزة جامعة الملك خالد للنشر العلمي المتميز اللي هو توب 10. عندنا المجلات العلميه بتنقسم حسب قوتها، تمام؟ فبيصنفوها الى كوارترز. فالحمد لله انا خدت الجائزه في النشر المتميز في المجلات العلميه اللي هي التوب 10. ايضا الحمد لله حصلت على المركز الاول في جوائز جامعه الملك خالد في مجال البحث العلمي، اللي هو جوائز في جوائز عندنا بتسمى جوائز التميز، فانا الحمد لله حصلت عليها 1443 يعني من حوالي سنتين اخذت الحمد لله المركز الاول.
احنا دايما بنتمنى لحضرتك كل التوفيق والنجاح، وفخورين بحضرتك احد علماء مصر العظام، وان شاء الله مزيد من التوفيق في المستقبل. بنشكرك دكتور سامح الهواري، احد العلماء المصريين اللي تم اختيارهم من جامعة ستانفورد الامريكية ضمن الافضل لعام 2024.